بص، هو مصطفى صديقي المقرب من 12 سنة. اه والله. واخر حد في الدنيا كان ممكن اتصور ان انا اتجوزه، وانا اخر واحدة في الدنيا يفكر انه يتجوزها. لا يمكن، احنا البيست فريندز، احنا اخوات. وهو كان حبيب امي، امي كانت بتحبه جدا جدا يعني، وهو كمان كان مرتبط بيها قوي يعني. حتى في المستشفى في الايام الاخيرة الدكاترة كانوا بيتعاملوا معاه على انه ابنها من كتر ما هو شبهها اصلا. لحد من كام شهر المواضيع كلها اتغيرت وتحولت، واللي هو انتي لوحدك وانا لوحدي وعمل الحاجات بقى يعني، راح عمل مفاجآت وراح قابل اهلي وكلم اهلي من ورايا، وانا ما كنتش يعني، قصص كده تفاصيل كتير. واتخذت على اخوانا، انا هو خدني على اخوانا، بس هو تقريبا ان كان في مشاعر يعني مش عارفه اقول لك ازاي يعني. انا مثلا بعتمد على مصطفى طول عمري في الحياه، وبثق فيه طول عمري، ويعني هو صديقي صاحبي، بحكي له كل حاجه. فلما فجاه قال لي طب احنا لوحدنا وليه ما نبقاش مع بعض، قعدت افكر اللي هو انا مش قادره استوعب ناس جديده في الحياه يعني. هو في ميزه عظيمه ان انا مش هحكي حاجه عني، هو اكتر حد فاهمني في الدنيا وانا اكتر حد فاهمه في الدنيا. وبعدين ده حبيب امي يعني، هي اكتر حد كانت امي بتحبه وبترتاح له. فانا حسيت انه كمان مش بس انه انا مرتاحه بوجوده، لا انا برايح امي كمان يعني. مصطفى شخص يعني بعيد عن الوسط والمجال والشهرة، وملوش في الكلام ده خالص. هو مهندس معماري، بيحب شغله جدا وحياته عادية جدا، إنسان طبيعي وبس. طب انت شفت الإشاعة بتاعت الفرح بقى، بتاعت كتب الكتاب دي بعد 3 أيام، بتاعت الفرح بقى بعد ساعتين. قالك بعد ساعتين من الزفاف تم طلاق. لا أنا الإشاعات عمري ما بركز معاها. ليه؟ لان انا لو ركزت على اشاعة يبقى انا بكبر منها يعني، بعمل لها قيمة، فما بردش يعني. لا عايز يكتب يكتب بقى، ناس فاضية. عشان انا عايزة كل حاجة غير تقليدية يعني، انا من اول حاجة لحد اخر حاجة ما كانتش تقليدية في كل التفاصيل. فمش عايزة مكان اتعمل فيه اي حاجة قبل كده، وعايزة مكان بعيد اخد صحابي نروح نتجنن شوية ونرجع. بس هي دي الفكرة، هي برضو ده ميني فرح يعني. هي ناس فاكرة بالمشقلب، لا انا عملت الكبير واخر واحد هو الاصغر حاجة، كأني عاملة يعني حفلة برايفت في البيت عندي، فاهم قصدي؟ لكن الكبير كان هو كتب الكتاب والاوتينج، احتفال بكتب الكتاب، هو ده اللي كان فيه ناس كلها. لكن اخر واحد ده للاصدقاء المقربين جدا يعني. هو ما حدش عمل حاجة في الفرح غير انا ومصطفى، احنا اللي عملنا كل حاجة لوحدنا. الترتيبات رتبنا لها قبلها بشهر تقريبا. احنا كنا متفقين على المكان من قبل رمضان يعني، من بعد كتب الكتاب احنا عارفين عايزين نعمل ايه وفين، لكن ان احنا نرتب وننسق وكده كان قبلها على طول، ما كانش فيه وقت لان انا كنت بشتغل. التفاصيل كلها بقى انا اللي فكرت فيها، ان البنات يبقى ليها دراس كود، يلبسوا لبس معين، والولاد يلبسوا لبس معين. وحتى انا لبسي يعني، حتى فستاني كان شامبين لون الرمل يعني، فكره البنات يبقى لون الشمس وانا لون الرمل، يعني حاجات ماتشين كده مع الطبيعه والوان البحر وكده. حتى الفنانه دينا لما جت رقصت لبست اصفر برده يعني، عاملين كده مود معين في الالوان. والموضوع كله زي ما بقولك حاجه للقريبين قوي 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 يعني. حتى دينا من الناس القريبين ليا، مش هي مش جايه انها تبقى في فرح وخلاص، لا هي صاحبتي، فعشان كده كانت موجوده يعني. انا كل اللي كان موجود ده معايا كانوا من اقرب الناس ليا. الفكره ان انا مش عايزه حاجه تقليديه يعني، مش عايزه الاماكن اللي اتعمل فيها قبل كده. زائد ان انا رحت اماكن في نويبع، اولا انا لما رحت نويبع من سنه اول مره في حياتي انبهرت بيها، واكتشفت ان في ناس بتيجي من بره بتشوف اماكن في بلدنا احنا ما نعرفش عنها حاجه، ودي حاجه ضايقتني جدا. ازاي احنا مصريين وعايشين في بلدنا وفي اماكن تحفه ما بنروحهاش، والناس بتيجي من بره تشوفها ويعرفوها. فقلت لا، لازم انا اعمل حاجه في مكان جديد ومميز وحلو ومختلف، وفي طاقه كده عجيبه، في سحر. الناس كلها اللي راحت مش عايزه ترجع، ومبسوطين جدا جدا. وفي اماكن كتير برضو في مصر لسه ما شفتهاش، واتمنى ان انا اشوفها. كل حاجه بقى ربنا رتبها. الوقت كمان كان ضيق، راجع عندي مسرح، فما كانش هيبقى في وقت ان انا اروح واجي. زائد ان انا اللي هروح اعمله واشوفه بره عندي احلى منه هنا. طبعا عمري ما كنت اقصد ابقى ترند في حياتي يعني خالص. واتبسطت من الناس اللي فرحت لي من قلبها، والناس اللي قعدت تنتقد دي بتخشوا تشوفوا الناس اللي مش بتحبوهم ليه، مدام عايزين تنتقدوهم وتضايقوهم وخلاص يعني. انا مش بحب شخص اخش ابص عليه ليه،
بستغرب جدا بصراحة، وخصوصا اللي بيدخل بألفاظ عجيبة، ويعني ما بفهمهمش الحقيقة، بعملهم بلوك بقى على طول.